السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. معكم ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة برضو هسيب لك لينك قائمة فيديوهات أولى ثانوي الترم الثاني في وصف هذا الفيديو، عشان لو أنت عايز تشوف أي فيديو ممكن تخش تشوفه. النهاردة يا شباب معادنا مع مواقف الدرس الثالث من الوحدة الثالثة، ثالث درس في الترم الثاني. والدرس ده كان بيتكلم عن مكونات مركز الوسائط المتعددة وصفات الملكية. وقبل ما نخش إن شاء الله نشوف المواقف، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويلا بينا نشوف أول موقف بيقول إيه. بور إيدونتيفيي لو سي دي إي، لتعريف قاعة الوسائط المتعددة. لو سي دي اي سيكوا يكون ماذا؟ ما نقول اي حاجة هنا وبعدين سيكوا، يعني عايزنا اعرف الحاجة اللي قبل جملة سيكوا. سي ان سنتر دي دوكومنتاسيو اي دانفورماسيو، يعني يكون مركز للوسائط والمعلومات. ايه الموقف الثاني؟ بور بارلي دي زوبجي دو سي دي اي، للحديث عن اشياء مركز الوسائط المتعدده. هنقول كيسكليا، قلنا كيسكليا على بعضها يعني ماذا يوجد. او سي دي اي في مركز الوسائط المتعدده. اليا يوجد دي زاتلاس، كتب خرائط. دي ديكسيونير وقواميس. اي دي زورديناتير، واجهزه كمبيوتر. الموقف الثالث، بور بارلي ديز اكتيفيتي او سي دي اي، للحديث عن الأنشطة في مركز الوسائط المتعددة. كيسكو تو في، ماذا أنت تفعل؟ كيسكو تو في أو سي دي إي، ماذا أنت تفعل في مركز الوسائط؟ قال له جو في دي ريشيرش أون لين، أنا بعمل أبحاث على النت. الموقف الرابع، بور بارلي دو كوا أون أ بيزوان، للحديث عما نحتاج إليه. دو كوا إلى ماذا؟ اونا بزوان، نحن نحتاج. بور لكي. ريجاردي ان فيلم، نشاهد فيلم. اونا بزوان دان دي في دي، نحن في حاجة الى اسطوانة دي في دي. نشوف مجموعة المواقف اللي بعد كده يا شباب. واول موقف بيقول تو دوموند ان امي، انت بتسأل صديق. دو ديكرير، ان هو يوسف. لو سي دي اي، مركز الوسائط المتعدده. دي سون ليسي، بتاعت مدرسته. تو دي، انت هتقول. كومو اي لو سي دي اي دي تون ليسي، كيف تكون قاعه الوسائط المتعدده اللي في مدرستك. او كيس كيليا، ماذا يوجد. دون في لو سي دي اي دي تون ليسي، دي تون ليسي يعني ماذا يوجد في مركز الوسائط المتعدده اللي في مدرستك. كيس كون تروف، ماذا. كوسكو يعني ماذا. اون تروف، نحن نجد. او سي دي في مركز الوسائط. كاليلو كونتيني، ما هو محتوى. دي سي دي مركز الوسائط. تو دومونت ان بروفيسور، انت بتسال مدرس. ليزوبجي دي سي دي الاشياء اللي موجوده في السي دي اي. الدي هو هيقول. اليا يوجد دي ديكسيونير، قواميس. دي زاتلاس، كتب خرائط. دي بي دي، قصص مصوره. اون تروف، نحن نجد. ديزورديناتير دي دي في دي، نجد اجهزه كمبيوتر واجهزه دي في دي. تو دوموند اتون كوبا، انت بتسال صديقك. او الفاكونت، اين هو يذهب عندما. الناباكور، ليس لديه حصص. الدي هو هيقول. جوفي او سي دي اي، انا بروح مركز الوسائط. اون فا او سنتر دي دوكومنتاسيو اي دانفورماسيو، يعني نحن نذهب الى مركز الوسائط المتعددة. اون فا على بيبليوتيك، يعني احنا بنذهب الى مكتبة القراءة. بيبليوتيك. بوردموندي ان كوبان، لكي تسأل صديق. سيز اكتيفيتي، انشطته. او سي دي اي في مركز الوسائط. تو دي، انت هتقول. كيسكو تو في او سي دي اي، ماذا انت تفعل في السي دي اي. تو في كوا او سي دي اي، ماذا انت تفعل في السي دي اي برضه. بوركوا تو فا او سي دي اي، لماذا انت تذهب الى السي دي اي. كال سون تيز اكتيفيتي، ما هي انشطتك او سي دي اي في مركز الوسائط.
تو دوموند اتون كوبا بوركوا ال فا او سي دي اي، لماذا هو يذهب الى السي دي اي ال دي، هو اللي هيقول بقى. بورفوار عن فيلم، عشان اشاهد فيلم. بور ايكوتي دي لا ميوزيك، لكي اسمع موسيقى. بور فير دي ريشيرش، لكي اعمل ابحاث. بور سيرفي سور انترنت، لكي اتصفح النت. لاحظ ان هنا حرف الجر بور، كل الافعال جايه بعده في المصدر، حرف الجر بيجي الفعل بعده في المصدر. بور تانفورمي سير، لكي تستعلم عن. لا ديفينيسيو دي سي دي اي، تعريف السي دي اي تو دي، انت هتقول لو سي دي اي سي كوا، السي دي اي يكون ماذا. لو سي دي اي كيسكو سي، السي دي اي برضو يكون ماذا. رقم 7، تو تانفورمي سير لو سي دي اي، انت بتستعلم عن السي دي اي. لو بروفيسور دي، المدرس هيقول سيتان ليو، انه مكان. بور سيرفي سور انترنت، لتصفح النت. سي دو سنتر، انه يكون مركز او قاعه. دي دوكومنتاسيو اي دانفورماسيو، مركز الوسائط والمعلومات. ستين دي ستين دي بارتي دي ليسي، يعني انه احد اماكن او اجزاء المدرسه. تتروف انتروس، انت وجدت او تجد مقلمة دالا كلاس في الفصل. تدي انت هتقول اكي اي ستروس، الى من تكون هذه المقلمة. ستروس اي تاكي، تكون الى من. رقم 9 يا شباب، تو دوموند اتون كوبا، انت بتسأل صديقك اكي الى من. اي سو ليفر، يكون هذا الكتاب. الدي هو هيقول اليتا موا، انه يكون لي. سيمون ليفر، انه كتابي. سيلو ليفر دي تيو، انه كتاب تيو. تو دوموند اتون كوبا، انت بتسأل صديق سون ليو بريفيري او ليسي، مكانه المفضل في المدرسة. الدي هو هيقول سيلو جيمناز، انه صالة الالعاب. جيم عليه سيرف، انا بحب اذهب الى المطعم المدرسي. لو سي دي اي سيمون ليو بريفيري، مركز الوسائط المتعددة هو مكاني المفضل. اخر موقف معانا النهاردة يا شباب، تو دوموند اتون كوبا، انت بتسأل صديقك سي سي دي اي. سي سي دي يعني انت بتطلب من صديقك السي دي بتاعه. تو دي انت هتقوله تو بو مي بريتي، انت تستطيع ان تسلفني. بريتي يعني يسلف، وتبو انت تستطيع، ومي دي الضمير عايد على المتكلم. تبو مي بريتي، انت تستطيع ان تسلفني السي ديات بتاعتك. جي بزوان دي سي دي تي سي دي اي، جي بزوان دي تي سي دي يعني انا في حاجه الى السي دي بتاعتك. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا مواقف الدرس الثالث من الوحده الثالثه. اتمنى ان تكونوا استفدتم، ولو عجبك الفيديو لا تبخل ان تضع لايك للفيديو وتشاركه لاصحابك عشان الكل يستفيد. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.